ألا يجب التوجه إلى الأسواق المالية لدعم مشاريع الاستثمار في البلاد؟ قدرة البنوك على جلب الادخار هي قدرة ضئيلة جدا. لو كان ندير الإصلاح في الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنا ندخلوا أكثر من 3 رانا ندخلوا مليار. الأزمة والوضع الحالي الوضع المالي ربما يغير كل المعطيات. جاء الوقت حاليا أننا نشتغل على حسب معايير دولية. ألا توجد آليات وحوكمة مالية تمكن من استقطاب رؤوس أموال كبيرة؟ إصدار تاع صكوك إسلامية ودخل 40 مليار دولار. السياق العام أنه حاليا كتاجر كمواطن يفضلوا يستعملوا الكاش. مؤسسات غير متوسطة، احنا مازالنا فاهمين باللي المؤسسات اللي قنولوها بلونساج يعطي ربما ثقة للخواص للتقرب من البورصة. هذه يعني العقلية لازم تغير العقليات. هذه الأسئلة وأخرى نطرحها اليوم على طاولة النقاش.